بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا ولا نزال بصدد تفسير قول الله عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وصلنا من تفسير هذه الآية إلى أول قول الله عز وجل: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أولا، ينبغي أن نلاحظ التركيب اللغوي في هذه الآية كما قلنا، علاقة الجمل بعضها ببعض، لأن معرفة علاقة الجمل وإعرابها مفتاح للمعنى، مفتاح المعنى. بدون معرفة إعراب الجملة، علامة تعطف هذه الجملة، أين المعطوف وأين المعطوف عليه، لا نستطيع أن نستخرج من الآية معناها. قلنا إن قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن إلى آخره، أي ولكن ذا البر أو صاحب البر من هو؟ هو من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، لأن البر لا يخبر عنه بالأشخاص، البر معنى، البر هو الخير، فلا يخبر عن الخير بزيد وعمر الذين آمنوا بالله والذين أعطوا المساكين والفقراء والذين أقاموا الصلاة. إذن نقول كما قلنا بالأمس: ولكن ذا البر، يعني صاحب البر، هو هذا وهذا وهذا وذاك. نعم، فالآن قوله تعالى: والموفون بعهدهم، على من تعطف؟ تعطف على كلمة البر. ولكن ذا البر من آمن، تعطف على من آمن بالله. ولكن ذا البر، صاحب البر، من آمن بالله وفعل كذا وأقام الصلاة. والموفون بعهدهم، هؤلاء هم أصحاب البر، هم الذين يتمسكون بالخير ويبتعدون عن الشر. إذن قوله عز وجل: والموفون بعهدهم، معطوف على من آمن، ولكن ذا البر هؤلاء، من آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا.
ما معنى قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا؟ وما المراد بالعهد؟ المراد بالعهد هنا هو استسلام الإنسان المسلم لعقيدة الإسلام فكرا، والالتزام بأوامر الله عز وجل سلوكا. فأنا عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وآمنت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، نعم إلى آخر ما هنالك، فأنا ماذا صنعت؟ التزمت بعهد، بعقد بيني وبين الله عز وجل. قلت بلساني وبجناني وبفكري أي رب أنا آمنت بك إلها لا شريك لك، ومن ثم فأنا أعاهدك بأن أدين لك بالعبودية. كيف أدين لك بالعبودية؟ بأن أطيع أوامرك وأنتهي عن نواهيك. المسلم عندما يعلن إسلامه يلتزم بهذا العهد. إذن المسلم قد عاهد الله عز وجل على هذا الذي نقول. طيب، ما المطلوب منه؟ أن يفي بعهده، أن يفي بعهده. الالتزام بالعهد سهل باللسان، ما في أكثر ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، برئت من كل دين غير دين الإسلام، ويوقن به أركان الإسلام الخمسة المعروفة، سهل جدا باللسان. لكن الله عز وجل يصف صاحب البر حقيقة بأنه ذاك الذي يفي بهذا العهد الذي التزمه في عنقه، أصبح مرتبط بعهد. نعم، أي إذا عاهد الله بلسانه ولم يفي بهذا العهد بسلوكه فقد أصبح من المنافقين. المنافق هذا شأنه، المنافق يلتزم بهذا العهد لكن بلسانه، لكنك تنظر إلى سلوكه فتجد أنه بعيد. نعم، بل في بعض الأحيان المنافق يضيف إلى التلفظ بعض من أنواع السلوك، يصلي، يصوم، ربما يذهب إلى الحج، لكن كل ذلك عبارة عن صورة يبديها للناس كي يضمن لنفسه منافع فوائد ويبتعد عن بعض المضار، منافق. لكن في المسلمين من يعلن انضباطه بعهد الله عز وجل باللسان، تقول أنت مسلم، يقول لك أنا مسلم. طيب أنا مسلم يعني أنا ملتزم بالعهد الذي أخذه الله علي، ثم تنظر فتجد لا يفي بهذا العهد في سلوكه. نعم، فهؤلاء ليسوا من البر في شيء، وعم يتحدث عن البر. نعم، والموفون بعهدهم، لكن ماذا قال بعدين؟ إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني كلمة إذا عاهدوا لماذا؟ لماذا لم يقل والموفون بعهدهم؟ يبين لنا الله عز وجل معنى دقيقا لعدالته التي لا ترقى إليها أي صورة من صور العدالة. إذا عهد، أنا أعطيتك الحرية في دار الدنيا، تستطيع أن تلتزم بالعهد الذي طالبتك به وتستطيع أن لا تلتزم. يعني أنا
لم أقصرك جبرا ولم أسقك حتما إلى أن تلتزم بعهد الإسلام أبدا. أنا أخبرتك وأمرتك، لكنني تركتك لحريتك، تركتك لاختيارك، تستجيب أو لا تستجيب، في دار الدنيا تملك منتهى الحرية. ولذلك أقول أن صاحب البر هو الذي ينفذ العهد الذي التزم به عندما التزم به. أنت ما كنت تلتزم، لا أطالبك، لا أطالبك، لا أطالبك في دار الدنيا يعني، نعم، ولكنك قلت أنا مسلم، قلت أنا مؤمن، أخضعت نفسك لهذا العهد، إذن لماذا لا تنفذ ما قد التزمت به؟ واضح الكلام؟ أظن اتضحت الآن فائدة كلمة إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني الذين لم يعاهدوا الله أنا لا ألاحقهم، لا أطالبهم، لأنهم ما عاهدوا. لكن أنت عاهدت الله، لماذا أنت تخادع الله؟ لماذا أعلنت أنك ملتزم بعهده ثم أعرضت عن الوفاء؟ لا، هذا لا يكون. نعم، فمعنى ذلك أن الذين لم يلتزموا بهذا العهد ربنا عز وجل لا يتحدث عنه، لا يتحدث عنه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا القيد إذا عاهدوا هو الذي يجيب عن اعتراض طائف من المعترضين أو سؤال السائلين، ولعلي أجبت عن اعتراضهم في هذا المسجد وفي مناسبات أخرى. ما هو اعتراضهم؟ أحدهم يقول: طيب نحن مسلمون ولله الحمد، ومع ذلك نجد أن الخيرات التي تفد من الله إلى المجتمعات الغربية الغير المسلمة أكثر بكثير من الخيرات التي تفد إلينا، أمطارهم أوفر، خيراتهم أكثر، نعم، أراضيهم ممرعة خضراء، الخيرات تتدفق إليهم، في حين أنهم غير مسلمين. طيب يا أخي نحن مسلمون، هذا المقطع من الآية يتضمن الجواب عن هذا السؤال، وأنا أجبت. لكن هذا الموضوع يعني يتكرر السؤال عنه، السبب ما قلت لكم في درس يوم الاثنين، المسلمون عندنا أو أكثرهم ثقافة الإسلامية في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان صفر، بينما في المجتمعات الغربية الثقافة المسيحية والله يا أخي من أهم الثقافات عندهم، ذكرت هذا، نعم. طيب لذلك لا يعلمون الجواب. نحن صحيح مسلمون، يعني عاهدنا الله، عاهدنا الله، فهل وفينا بالعهد؟ هذا كلام الله. قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعندما نسأل عن الإسلام نقول نحن مسلمون ونرفع رؤوسنا، نعم، عالية بالإسلام، نعم، وبالمناسبات يتلى كتاب الله ونقر بأنه هذا كلام الله. إذن نحن ارتبطنا بعقد وعهد مع الله في أعناقنا. تعالوا إلى التنفيذ، وين التنفيذ؟ تنفيذ ما بقول معلوم نهائيا، لا، الحمد لله وجود أمثالكم في المسجد
يصلون ويحضرون الدروس ويبتهلون ويلتجئون إلى الله في المناسبات فيه، لكن تعالوا نقارن بين هذه القلة وبين الكثرة الكافرة التي لم تفي بشيء من هذا العهد. في الصلاة كثير من الناس ما بيعرفوا الصلاة، لو بده يصلي ما بيعرف يصلي. كثيرون هم الذين لو أراد أحدهم أن يقرأ القرآن لا يعلم، ولو أردت أن تسأله عن آية في كتاب الله والفرق بينه وبين حديث لا يعلم هذا عن ذاك. معاملاتهم في السوق غير منضبطة نهائيا بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، لياليهم، سهراتهم، أعمالهم، وأنتم تعلمون واضح كيف. إذن فنحن إن ارتبطنا بعهد مع الله بألسنتنا لكن لم نفي بهذا العهد، في حين أن المجتمعات الغربية ما في عهد، ما ربطوا أنفسهم بعقد مع الله، في عهد ما قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ونحن مقرون بالإسلام أبدا. لذلك الباري ما بيلحقهم في دار الدنيا وما بيعاقبهم في دار الدنيا. هي هذا قانون من قوانين الله يا أخوانا، لك تعلموا اقرأوا القرآن وتأملوا فيه. نعم طيب، هدنك ما ألزموا أنفسهم بعقد مع الله، بل قالوا نحن والله بدنا الدنيا، بتكون الدنيا إيه، واشتغلوا وجدوا وعرقوا في سبيل الدنيا. ربي عز وجل ما بيحرمهم من جهودهم، عم يشتغلوا لدنياهم تفضل، لكن يوم القيامة ليس لهم من نصيب. يوم القيامة الباري عز وجل لا يحاسبهم أنهم في دار الدنيا عاهدوا الله ما وفوا بالعهد، لا هني ما عاهدوا، لكن الله يحاسبهم على أنهم لم يعاهدوا الله. لماذا لم تدخلوا في العقد؟ لماذا لم تدخلوا في العقد؟ واضح كيف؟ أما هلا قالوا نحن ما في برابطنا مسؤولية، بإيش بدك تلاحقهم؟ واضح كيف؟ نعم. وتلوت عليكم الآية التي تتضمن سنة من سنن الله الباهرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أتعابون من أعطيهن ياه، جهودهن من ثمرلن ياه، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قالوا هذا هو الجواب، هذا معنى كلام الله عز وجل. وأعود فأقول لكم هل لاحظوا أيها الإخوة بالقرآن الأوامر التي يخاطبنا الله عز وجل فيها مذكرا بالفروع، ضوابط المعاهدة، يعني تنفيذ المعاهدة التي في ذمتنا، لما بيذكرنا فيها يقول يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا، بيقول يا أيها الذين آمنوا ما بيقول يا أيها الناس، لأنه هذنك ما دخلوا في العقد. لكن احنا قلنا خلاص يا ربي أنا مؤمن وأنا مسلم، إيه الباري عز وجل إذن يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نعم. كل الأوامر السلوكية التي هي ثمرة الالتزام بالعهد يخاطب الله بها من؟ المؤمنين. وأما كما يقول يا أيها الناس فهو لا يخاطبهم بالفروع، صلاة، صوم، الحج، ترك الخمرة، ترك الربا، لا، وإنما يذكرهم بأصل العقد، يذكرهم بعبوديتهم لله، يذكرهم بأن الله إلههم، يذكرهم بأن الكون له إله واحد،
يذكرهم بهذا، إن حبوا دخلوا في العقد صاروا مثل حكايتنا، وإن حبوا ما بيدخلوا في العقد. وفي هذه الحالة الباري في دار الدنيا ما بيكلفهم لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بترك الخمرة ولا بالشيء، لكن يوم القيامة بيحاسبهم. نعم، فهذا معنى قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أي لو ما عاهدت الباري، الباري ما بيلحقك تصطفل، لكن أنتوا يا جماعة عاهدتوا الله، أنتوا قلتوا نحن مسلمين، ليش الازدواج باللسان مسلمين بالسلوك غير مسلمين؟ نعم، قلتم نحن مسلمون، إذا ينبغي أن يكون مجتمعكم مجتمعا إسلاميا نظيفا من الموبقات، ينبغي أن يكون سلوككم سلوكا إسلاميا، ينبغي أن يتحقق مظهر الإسلام في بيوتكم في دوائركم في معسكراتكم في مجتمعاتكم كلها. ما دام قلتوا خلاص، ما دام قلتوا لن نفسه، لو ما قلتوا تصطفلوا. لا إله إلا الله، سبحان الله على هذا الكلام الدقيق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم ماذا قال؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هلا طيب ليش قال والصابرين؟ أو كان لازم يقول بحسب الظاهر، من بعد ما قال والموفون بعهدهم إذا عهدوا كان لازم يقول والصابرون في البأساء. جماعة اللغة العربية بيعرفوا الكلام، وكلكم لازم تكونوا بصيرين باللغة العربية، مفتاح فهم القرآن وإعجاز القرآن اللغة العربية. والذين يحاربون القرآن يحاربون اللغة العربية، لأن اللغة العربية إذا ضعفت ثم ضعفت ثم تراجع سلطانها عن عقول الناس وألسنتهم يحجبون عن القرآن. لذلك لازم تهتموا باللغة العربية وبالبلاغة العربية وبالأدب العربي. نعم طيب، قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كان والصابرون في البأساء والضراء. ليش قال والصابرين؟ أراد الباري عز وجل أن يبرز هنا أهمية الصبر، نصبه على الاختصاص، أخص الصابرين، منصوبة بفعل محذوف لإبراز أهمية هذا الوصف الأخير الذي يحدثنا عنه الله سبحانه وتعالى. نعم، لهون كله كان معطوف على بعض البعض بالطريقة الطبيعية العادية. لما قال والصابرين، فلنعلم أن كلمة الصابرين هنا منصوبة على الاختصاص، أي وأخص الصابرين، أصبحت مفعول لفعل محذوف. طيب شو قصتهم هذول؟ ليش ميزهم الباري عز وجل؟ طيب واضح، والصابرين في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس قتال المصائب كلها. نعم، الذين إذا واجهتهم هذه المصائب، هل عم يتحدث عن كل المصائب؟ المصائب من فقر، من مرض، من قتال وشدة وفتنة وما إلى ذلك. نعم، الذين يتمتعون بالصبر، يتمتعون بالصبر، هذا الوصف أو يعني هذه الفئة الذين يتحدث عنه البيان الإلهي فئة فعلا متميزة. الصبر أهم درجات وأعلى درجات العبد المؤمن، ولذلك ورد في الصحيح، لا في الصحيح القرآن، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صح أن الصابر إذا ارتحل عن هذه الدنيا وهو صابر على اللأواء وعلى الشدائد، الباري عز وجل لا يحاسبه، ومن نوقش الحساب عذب. حساب مش شغلة سهلة. نعم حساب، لكن هؤلاء خلص كأن الباري عز وجل
نعم أخذ منهم قسطة شدة الحساب في دار الدنيا بصبرهم على الشدائد. ولماذا يكون هذا الصابر يتمتع بهذه الدرجة العالية واختصه الباري عز وجل جعله مفتوح يعني مفعول لفعل محذوف أخص الصابرين؟ لأن الإنسان لا يكون صابرا على اللأواء إلا لشدة حبه لله أبدا، لا يكون صابرا على فتنة الفقر، فتنة المرض، فتنة التهارج، الهرج الذي حدث عنه رسول الله، إلا لشدة حبه وتعظيمه لله عز وجل. إذا لم يكن هذا الإنسان يتمتع بحب شديد لله لا يقوى على الصبر نهائيا. رجل مبتلى بأمراض في نفسه أو في أهله لو فرضنا، إذا رأيته نعم متجملا راضيا عن الله عز وجل، نعم صابرا، يعني شو يعني صابر؟ يعني لا يشكو، لا يتأفف، نعم يعلن رضاه عن الله، والألم موجود لك، ألم موجود، نعم هذا الإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك ويثبت على ذلك إلا إذا كانت محبة رب العالمين قوية بين جوانحه، وبمقدار قوة المحبة الصبر يكون قويا، وبمقدار ضعف المحبة الصبر شو بيكون؟ بيكون ضعيف. نعم هلا سيدنا معاذ بن جبل لما اشتد به المرض ووقع في برحاء الموت كان يصحو ثم يغيب، فإذا صحى فتح عينه ورجع إلى رشده يقول، يخاطب الله يقول: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. اخنقني خنقاتك، مين بدك فيه؟ أنا بحبك. نعم الحب هكذا يفعل. نعم ولذلك هذا الصابر الذي يكون بهذا الشكل يجزى جزاءه الأوفى يوم القيامة بدون حساب. نعم الإنسان شو يعني معنى الصبر؟ معنى صبره دقيق هون، يعني لنفرض أنه فتنة الفقر، هل معنى ذلك معنى الصبر أنه يقعد ببيته ما يشتغل؟ قال والله أنا صابر لأنه لا، مو هيك، طرق الأبواب وحاول أن تتخلص من الفقر بالطريق المشروع السليم، لكن إن فتح لك الباب شكرت الله، وإن لم يفتح لك الباب صبرت وقلت هذا ما شاءه الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا معنى. فلا يقولن قائل: إيه والله سمعت بالدرس أن الإنسان لازم يصبر على الفقر، وأنا هلأ صابر على الفقر لذلك لا عم اشتغل ولا عم دأدي أبواب ولا عم حاول. لا، إن الله يكره العبد البطال. نعم لكن بيدك أسباب استعملها، وصلت إلى ما تبتغي شكرت الله، لم تصل إلى ما تبتغي هنا يتجلى معنى الصبر. الفتن التي قد تكون في المجتمع ما معنى الصبر عليها؟ الصبر عليها هو أن لا تنفخ في نيرانها، أولا أن لا تنفخ في نيرانها بشكل من الأشكال، ثم أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ترضى أن تكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حذيفة بن يمان: أغمد سيفك، إيه نعم، واعتزل، ولأن تلحق بجبل من الجبال يكون لك غنيمات تأكل من ألبانهن خير لك من أن تمارس أي عمل
من هنا وهنا وهناك. هذا معنى الصبر عند الفتن. أن لأن الفتنة كيف تنطفي؟ بأن تبتعد عنها. بمجرد ما تدخل فيها شو أصبحت حطب فيها. نعم، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت تلتجئ إلى الله عز وجل، نعم، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن، وأن تعلم أن ما أصابنا من ذلك فبجريرة فعالنا. نعم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. كلام ربنا هذا، في أحد بيقدر يشك فيه؟ طيب، الباري عز وجل يقول: قل هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طيب، لماذا يقول الباري هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام موضحا أن الباري عز وجل يؤدب عباده بعصي كثيرة، من أخطر هذه العصي؟ الفتن، عندما يسلط بعضا من عباده على بعض من عباده. لماذا؟ لأنهم لم يفوا بالعهد، نعم، التزموا به ظاهرا، أعلنوه ظاهرا ونطقوا به مرارا وتكرارا، فلما جاء وقت تنفيذ لم ينفذوا هذا العهد الذي ألزمهم الله عز وجل به. إذن هذا معنى قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء والضراء وحين البأس شمل كل المصائب، كل المصائب. نعم، طيب، هل هذا يعني أن لا نسأل الله رفع المصيبة؟ لا، بنسأل، لهي العبودية لك، نجمع بين اثنين، نتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وأن يبعد عنا الفتن، نلجأ إلى الله دائما، لكن بنفس الوقت نعلن عن صبرنا ورضانا بما قد قسم الله سبحانه وتعالى. بهاتين الوسيلتين ينجينا الله عز وجل من الشدائد. ثم يختم الباري عز وجل الحديث عن هؤلاء الناس، هذه الفئات، بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك فيهم معنى الحصر، هدول بس الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نرجع لأول معنى الآية، يعني إذن هدول يلي بتناقشوا، نحن قبلتنا أصعب من قبلتكم، لازم نتجه إلى الشرق، لا لازم نتجه إلى القبر، لا للبيت المقدس، لا لهون، لا لهون، لا أنت ولا هو ولا هداك ولا هداك. الأمر المقدس استجابة أمر الله، حيثما وجهك تتجه، لا لأن تلك الجهة لها سر مو موجود في غيره، ولكن لأن الله أمرك ينبغي أن تستجيب لأمره. إذا قال لك اتجه للقاسيوم بدك تتجه للقاسيوم، خلاص. إذا قال لك تتجه للكعبة تتجه للكعبة. إذا لو فرضنا جاء أمر أن تتجه إلى بيت المقدس تتجه إلى بيت المقدس. نعم، فهنالك من يتناقش في الشكليات، وسبب ذلك العصبية، العصبية الرعناء. نعم، هذا هو الواقع. نعم، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. نقف عند أول هذا الموضوع الجديد، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن ندعو باري عز وجل، أذكركم للمرة الثالثة بالشيء الذي ألزمتكم به وألزمت نفسي به. الحقيقة ما أنا ألزمتكم لك، ربنا ألزمنا. هلا يصف عباده الصالحين بماذا؟ يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ما بتكون تكونوا مثلهم؟ طيب، إذن
لا سيما في هذه الفترة، في هذا المنعطف الذي نمر به. ومرة أخرى أقول لكم، البشارة آتية والفرج قريب بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. ولكن ربنا عز وجل يريد أن يكون فرجه من خلال التجاءاتكم، من خلال تضرعكم، من خلال بكائكم، من خلال انكساركم. هذا ما يريده الله. وأنا أريت لكم الآية، قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هي لولا شو معناتها؟ يعني هلا، هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لك ليش ما تضرعوا؟ لك طيب التجوا لله، لك الباب مفتوح. شايف كيف؟ من أغرب ما يكون أن أرى إنسانا يقول عن نفسه مسلم ويمر بهذه المحنة، بيتذكر كل الوسائل والأسباب ولا يتذكر أن يلتجئ إلى الله. غريب. لك يلي نسيان ربه بهالمناسبة بيتذكره، يلي معرض عن ربه بهالمناسبة بيصطلح مع ربه عز وجل. نعم. فمرة أخرى أقول لكم، ألزمكم وألزم نفسي، إذا مو دائما بهالمنعطف أقل المراتب، وإن شاء الله بتذوقوا اللذة وبتتموا قبل الفجر بساعة، ثلاث أرباع الساعة، أقل شيء أقل شيء أقل شيء نص ساعة. نعم. كل واحد حط المنبه جنبه منه ويقوم من الليل. نعم. ويصلي ويلتجئ إلى الله بالسجود ويدعي بأنه ربي عز وجل يفرج. أمين. ويدعي. قلت لكم ما في داعي يحفظ دعاء هيك ويكرر ويكرر. لا 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 لا، احكي على طبيعتك، احكي على سجيتك، احكي بلغتك العامية. نعم. وأعلم أن الله يراك ويسمع نجواك ويستجيب. بدكم تلتجوا لله عز وجل، الفرج وارد آتي، لكن عن طريق الالتجاء إلى الله. والتجئوا إلى الله بأبدان الشام الذين أخبر رسول الله عنهم وقال بهم تنصرون وبهم ترزقون وبهم تمطرون. موجودين هدول، موجودين بين جوانينا في بالشام. هدول أربع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنها. والتجئوا إلى الله بأعمالكم الصالحة. كل واحد منكم بيعرف أنه بزمانه عمل له عمل صالح قاصد في وجه الله، أبدا ما له نية تانية نهائيا نهائيا، له يا رب أنت بزمانك وفقتني لهالعمل هذا، أنت وفقتني، إذا كنت قبلت مني هالعمل أسألك أن تجعل هذا العمل شفيعا لي بين يدي دعائي، وتستجيب، تستجيب دعائي يا رب العالمين. الاستجابة ستأتي. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت نفسك في محكم كتابك، أو أعلمت به أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ونسألك بكلماتك التامات كلها، ونسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك. اللهم تبنا إليك فتب علينا. اللهم نحن عبادك الآيبون إليك، الراجعون إليك، التائبون إليك يا رب العالمين، فاقبل اللهم توبتنا حتى تستجيب دعاءنا. اللهم اكلأ بلدتنا هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها
أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام، رد عنها كيد الكائدين، رد عنها مكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب إنا تائبون، اكشف عنا العذاب إنا آيبون إلى حماك، راجعون إلى صراطك القويم المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى على هذه البلدة ومن فيها تجلي رحمة، قادة المسلمين يا رب اهدهم، يا رب خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، يا رب أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، اهدنا واهدهم، اهدنا واهدهم، خذ بنواصينا ونواصيهم يا ذا الجلال والإكرام. يا من قلوب العباد بين إصبعيه يقلبها كيف يشاء، وجه قلوب قادة المسلمين وقلوبنا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك، أنت قادر على كل شيء، بيدك كل شيء، وإليك يرجع كل شيء يا ذا الجلال والإكرام، أنت خالق كل شيء. نسألك اللهم بربوبيتك، ونسألك بذل عبوديتك، ونسألك اللهم بوحدانيتك، إلا استجبت ساعة دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في أمالنا، حاشاك أن تخيبنا في أمالنا يا ذا الجلال والإكرام، هذا ظننا بك، فنسألك اللهم أن تنجز ظننا بك يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.